الحمد لله، أغلب الأسلحة اللي كان يستخدمها المسلمون في الحروب هي نفسها التي كان يستخدمها غالب وكافة الشعوب حول العالم في زمن ما قبل العصور الوسطى، لأن زمن المسلمين هو ما كان قبل العصور الوسطى. ومنها الأسلحة المشهورة اللي بتكلم عنها اليوم هو سلاح الصلجان أو السلاح المطرقة كما يسمى. وهذا السلاح حقيقة عصا فيها ثقل، والثقل هذا هو بحسب يكون إما يكون مدبب إما أن يكون على شكل مطرقي أو على حسب شكل أو على شكل هلال أو شكل رؤوس حيوانات. وكان يستخدم غالبا في كل الحضارات كالحضارة الهندية والحضارة الفارسية والحضارة الرومية وغيرها. وكان يوضع هذا الصلجان أو هذا الدبوس إحنا كمان نسميه، كان يوضع على السرج بالخيل، وكان يستخدم أثناء الالتحام الجيشين، وكان يستخدم المقاتل سواء كان راجلا أو كان فارسا. وطبعا هذا السلاح استخدمه المسلمون كافة في حروبهم. وهذا السلاح ممكن يستخدم إما كطريقة المبارزة بالسيف ونفس المهارات اللي احنا نستخدمها وريناكم إياها بالسيف من قبل، وإما يستخدم للرمي إذا كان قصير وقوي ممكن يرميه على الشخص. وطبعا كان لاستعمالات أخرى كان أيضا يتكع عليه مثل ما قلت، ويستخدم للاستخدامات المنزلية كما يقال، ولكن موضوعنا هو موضوع الحربي. بإذن الله تعالى إذا حصل فرصة راح أوريكم بعض مهاراته في فيديو قادم إذا حصل فرصة، ولكن إحنا أهم شيء يكون عندنا معلومات. عموما إحنا نستخدم هذه الأشياء فقط كثقافة كهواية، مثل ما إنسان يشوف اللوحة الجميلة قدامه ويستمتع فيها لكن ما يستخدمها، فقط ينظر إليها. فإحنا بالنسبة لنا الأدوات الحربية كذلك، وهي ليست للدفاع عن النفس لأن هذه أدوات خطرة وممكن تودي بحياة الإنسان بسرعة، ولكنها هواية واستمتاع لا أكثر. فأنت فقط شاهد من باب معرفة التاريخ، من باب الثقافة التاريخية الحربية لا أكثر من ذلك، والحمد لله رب العالمين.